من بغداد إلى نيويورك يواصل العراق نسج حبائل الود بين طهران والرياض. ففي نيويورك ترأست بغداد اجتماعا حضره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وممثلين للسعودية إلى جانب الكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي. الاجتماع جاء تكملة لمؤتمر بغداد المنعقد في 28 من آب الماضية. وزير الخارجية الإيراني أكد استعداد بلاده لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة بترتيبات أمنية نابعة من داخل دولها، في إشارة ربما إلى الدور العراقي الذي يرحب به الخصمان معا نظرا لعلاقتهما الجيدة معها. جهود بغداد في تقريب الرؤى السعودية الإيرانية تكللت بالنجاح في نيسان السنة الماضية، إذ أطلقت شرارة مفاوضات مباشرة سرية بين البلدين، هي الأولى منذ انطلاق علاقتهما عام 2016. ترأسها جهاز المخابرات عن الجانب السعودي ومفوضين من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي عن الجانب الإيراني. المفاوضات اتخذت بعدها شكلا علنيا، توجت بمؤتمر بغداد الأخير، حيث أقعدت بغداد الخصمين اللدودين على نفس الطاولة. سياسة المحاور التي دفعت بغداد والمنطقة ككل ثمنها غاليا، يحاول العراق اليوم امتصاصها والانتقال من ساحة لتصفية الحسابات إلى ساحة للحوار عبر مد جسور التواصل وتذويب خلافات من شأنها تخفيف حدة التوتر في منطقة ملتهبة.